طيح. وانتد جين ليفل. تعال. اوف كلهم ظلمي الله يعينه. اي تسمع اي هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا في بانر لورد 2. ما ودي اتطرق الى الحلقة الماضية واللي صار فيها من احراجات، خلونا نبتدي صفحة جديدة يا شباب. سووا نفسكم ما شفتوا محاولات الزواج الفاشلة، خلاص انا غسلت يدي من الموضوع، قلت يا حبيبي اسحب على الزواج، رتب نفسك، رتب جيوشك، بحاول اكثر الجيوش قدر الامكان في هذه الحلقة قبل لا يعلنون الحرب. غير كذا لو تذكرون ان عندنا ميشن اللي هو ادرم يريد راس فاسيلا او فاسيليا، وهذه احد القادة في جيوش المملكة الجنوبية، فانا بس منتظر منهم اعلان حرب، او اذا وصلت الانفلونس تقريبا 200 شفت اني اقدر ادخل بنفسي للكلانات، اجي اختار الساوث امباير واقول لهم ديكلير وور اعلان حرب ب 200. اتمنى اني ما اصرف ال 200 صراحه لاني جمعها وقت طويل في اعلان الحرب، وانا متاكد باذن الله انهم راح يعلنون الحرب من نفسهم، لكن على كل الاحوال انا بجمع جيوشي وبعتمد على نفسي اكثر، ما بعتمد على العرب وانتظر منهم قلعه، فممكن اني احارش اشق طريقي بنفسي مثل ما يقولون. جيت الى اسكر لعل ايوه حصلت هذا صاحب المعصره اللي موجوده في اسكر، فودي اشوف صراحه كم سعره. هذا هو البريوري، طبعا ناكبني ب 22000 يعني 23000 تقريبا، راح اشتريها منه، عنده ميشن بعد يريد سكورت، عسى السكورت حقه باتجاه اليمين، حلو 500 واشترنا منه المحل. انا صراحه ودي اشتري اصلا كرفان بس بنأجل الموضوع شويه، خلينا اعتمد على المحلات لان دخلها افضل كبدايه. عطنا الكرفان اللي عندك، ما ادري وين وجهته صراحه، خلينا نشوف المشنات. كرفان موفينج تو قصيره، وين القصيره هذه؟ وعنده ثلاث محطات يريد يوقف فيها، والله مشوره 500 مش بلاش. بس على كل حال خلينا نشوف في تروبز هنا مطورين، يا سلام عندنا هذا فوتمان ممكن نطوره بعدين، حلو خلينا نشيل هذا وهذا للاثنين، يعني حلو التطويرات الاخيره مفتوحه عندي بسبب علاقاتي معهم كويسه فشيء جميل. تدري خلينا نزيد نشيل هذا بعد معهم، السطر الاخير كامل شليته وكذا وصلنا 54 او 53 من دوني. ترتيبهم كالاتي يا شباب، 5 رمات اسهم وهذا الرماح او السيوف، عندك 4 و10 14 15 21 22 22 و5 هذا للخيالة، 27 خيال، وعندكم المشاه تقريبا 13 مشاه، هذا مطور تير 5 اللي هو اخر ليفل، وعندكم الارقام مقسمة هنا على اليمين، وعندنا من المشاه رمات الاسهم 10 حلوين 13 و10، خلنا بزيد 3 من رمات الاسهم عشان يتساوون ويكونون سطرين قدام بعض لدخلنا حرب. طبعا تكاليفهم هذه 579 او تقدرون تشوفونها هنا رواتب الجيوش، اتوقع الكلتشر هذا الزياده بسبب انهم اغلبهم من العرب، وهذا ردا على الكومنتات اللي جتني، نصكم قال لي مكس بين الجيوش العربيه وكذا، وبعض الكومنتات جتني يوضحون لي ان لو نوعت بتجيب العيد. وين هذا الكرفان لانسا؟ حلوين حصلناه الوحش رايح الى وين كسيره هذا الكرفان. دقيقه منهم 40، لا والله بشارك هلب كرفان، منهم 14 واحد بسرعه قبل يموتون، سنتروب 55 و40، الحمد لله ما مات الا واحد بس مملوك اللي مش مطور. كم اعطاني 8 شو اسمه الظاهر، اي 8 انفلونس يمكن. هات بريزنرز ولوت لا باس، خلنا نكمل مسيرتنا مع الحلو هذا. هذه اولى محطاته، ممكن نقدر نشتري شيء ونتاجر بشيء. بالنسبة للتجارة والله جتني كومنتات كثير اني اتاجر بخيول اسمها اسيراي، هذه اسيراي هورس ب 1100 يا شباب، وابيعها فوق سرعتها 66، يلا بشتريهم بشوف كم بيجيبون ب 2200. والحمير برضه اكرمكم والله جاني كومنت اني اتاجر فيهم، اتوقع 29 سعرهم مرة رخيص، بشتريهم بالضبط كذا ب 6000 تقريبا. اتوقع في شيء ثاني، الجرين كليفش او الديزرت هورس برضه هنا سعره كويس صح، لان في انتاج الاحصنه قريب منهم او الحصون، فبشتريهم كلهم. كم فلوسي انا؟ لا بخلي 3000 معي، يعني ب 13000 الخيول. نخش الحداد، والحداد بما يخص الكومنتات اللي جتني عنده اني احاول اصنع، ممكن قصدهم فري بيلد، اركز على الرماح اول شيء، وبعد الرماح اركز على التو هاندد. اتذكر جاني كومنتين على موضوع الحدادة، خلنا نجرب هذا لأن قالوا لي يزيد هذا بسرعة، يتطلب
هاردوود هاردوود ما عندي، بفكك هذا على السريع. طيب طلعت لي شوية هاردوود، خلينا نشوف الرمح هذا. واضح انه سهل، كل شيء في السليم، بس ودي اشوف كم راح ابيع. افا هذا سهل، خلينا نزيد طول الثانية، هذا بسوي واحد ثاني. اوكي افضل. طيب خلينا نشوف التو هاند، يمدينا والله نصنع واحد 111، بس ما زالت الارقام بالاحمر. خلينا نشوف بكم راح ينباعون. تريد، مفروض انه من الاسلحة. هذا كرافتد بايك 46، والثاني 38، هذا بسبب الطول، طول 191 وهنا 194، والدمج برضه مختلف مثل ما تلاحظون. خلينا نبيعهم. والكرافتد 600، والله رهيب 600، الطول 111. بس التو هاند مثل ما قلتوا لي انه راح تكون ضربتي فيه ضعيفة بسبب اني مش مطورة. لو تلاحظون عندي التو هاند 13، فهذا قلق صراحة. خلنا نبيعه، والله 600 جميلة جدا، بس تم اصنع من التو هاند هذا، ولو كان اوردر ممكن ابيعه ب 3000 او اكثر. والله حبيت الحدادة من الحين. وين صاحبنا هذا؟ لسه ما طلع. هذا هو، لا هذا سودس. اخلص علينا يا وحش، يكون مشى بس واحنا جالسين في الحداد. ايوه هذا هو، حلو يعطيني تنبيه. اي هي علينا 80، بسرعة شارك. والله 40 و40 يا شباب. والله لا لا، هذه المعركة راح ارويكم اياها، الاولى راح اسحب عليها. حلو، هنا مقسم تالية معطيها الجنود المشاهد 13، ورمات الاسهم معطيها شو اسمه هذا هاتريز، هذه الكشافة مثل ما تشوفون الاعداد 13 و10، رمات اسهم والجنود المشاه بالسيوف. اما اوت كاست الوحش هذا معطيه الخياله السيوف 21 منهم، وانا الجروب رقم 5 ماخذ الخياله رمات الاسهم. طبعا رقم 1 مخليه فاضي بحيث لو ضغط رقم 1 يحدد لي على الجيش كامل. الحين بضغط 2 بقدم المشاه، وثلاثة اللي هم الارشر وراهم. الخط الامامي هذا بقول له شيلد وول، حيث يمسكون الاسهم اذا جت من بعيد. العدد جدا كبير صراحة اللي ضدنا، بس ما اعرف هم بيجون من هنا ولا من هنا. لو ضغط الت لسه ما يبين لي. المشاه رقم 4 بقول لهم فولو مي، وبرضه هذا له فولو مي افتر مي. حلو حلو. طبعا هذا له الكرفان حاطين التفاح واغراضهم عشان يقدرون يحاربون. الساحة هذه كلها حاليا اقدر انظم فيها. اوه مقبلين من هناك. طيب تعال تعال تعال، على بال مخفف منهم. رقم واحد هنا، خلي المشاه هنا، رمات الاسهم هنا. رمات الاسهم بعطيهم لوز بحيث تكون في مسافات. اوت كاست خلاص، ناكد الفولو مي بس، وهذا فولو مي. كذا رتبنا الوضع. هذاك بيساعدوني من اليسار، نقول بسم الله. خلنا نتقدم قدر الامكان. حيث ننقص او نفرع منهم شوي. يمه. ايوه. ايوه. صيد. نستغل الزحمة. فولو مي، مفروض اني اتحرك. ما اوقف بحيث اني ايش؟ انفذ خطتي. نستغل الاسهم. اوت كاست صراحة المفروض اني اقول له اف 1 انجيج اتوقع، بحيث ينقسمون ويدخلون فيهم. رمات الاسهم وراي. والله يا رصاصة ترزقي كذا بس ارمي. ما اشوف شو اسمه، هذه مشكلتي يوم اني خليتهم بالسيوف. خلنا بحاول اسحبهم ورا شوي. رمات الاسهم طبعا ولا يسوون شيء. خلنا نقدمهم. خلصت المعركة صراحة، وقفت هذاك بعيد كثير مرة. خيالتي بيموتون. انا على بالي ما بيمديني اوقفهم. الحين خففت منهم، خلنا نرجع
تعطيهم فولو مي. خلي رماة الأسهم يقربون. أوف هذاك يمردغون الخيالة في جيشي. وأنا مزبنهم هنا. ربي طيحت طيحة حلوة. أيوة خلنا نستقبلهم من هنا. طيح. وأنت تجين ليفل. تعال. أوف كلهم ظلمي الله يعينه. أي تسمع أي هناك. يا سلام. ووو. أنا بس أتحرك أنا. حلو رمات الأسهم شغالين بسرعة يا شيلد وول يا شيلد وول جالسين تمشون والله. السلام عليكم. تعال. عطهم تشارج الحين وخلاص. تسووا اللي بتسوونه. يلاحقون الباقين. خلصت الأسهم حقي. وين رايحين؟ لاحقون الشاردين هناك ولا ايش؟ جورج! كيل ذيم اول! افا ماتوا علي 6؟ يلا ما عليه. لازم الاحتفالية. بس حلو في تطويرات. اوتكاست تطور. تالية تطورت. مع ان هذول بطيرهم صراحة. جميل حصلنا انفلونس طيب. ولوتن طيب راح ينباع ويجيب لنا فلوس وشخصيتنا تطورت. ايش تطورنا في البو؟ يا سلام سلم. بارتي سايز ولا ماونت اكيورسي؟ اكيد الماونت اللي هو فوق الخيل الدقة بتكون افضل. ما اريد البارتي سايز. بارتي سايز كافي. اتوقع اقدر اوصل الستين في هذا الحلقة ان شاء الله. غلطتي كانت اني اخلي رماة الاسهم متأخرين مرة في نفس البوكس اللي بدينا فيه. مفروض اني اقدمهم بس يلا من كل دقة نتعلم. وبالنسبة للتطويرات يا شباب برضه جاني تنبيه ان اقدر بضغطة زر واحدة اطور الجميع. بس حاليا انا فلوسي صراحة سالب 400 لما يضبطون المحل الجديد بعدين راح اطورهم او بعد ما اتاجر واضبط لي مبلغ كويس. غير كذا التطوير المهارات جاني كومنت انه يقدر اخليه اوتو ويصير يخصص بارتي رول. صراحة ما اعرف وشلون نسويه اوتو انه خلاص هو يشوف الافضل لهم. ما اعرف صراحة بشوف الموضوع هذا. وبعد 3 معارك صعبة خلصنا الكوست ووصلنا الامانة الى قصيرة. اداس جالس يسوي ركروت هنا. خلنا نزيد الركروت معه. وصل مبلغ طيب عندي. رمات اسهم تكفون. ما في الا خيالة رمات اسهم. لا في واحد هنا مش مشكلة ان شاء الله نطوره. تدري خلنا نشلهم الاثنين. خيالة خيالة. بخلي الفلوس تنقص عندي 1000 بزيد الجيش اللي اقدر عليه. وقبل هذا تدرون خلنا نطور التطويرات هذه افضل لا يموتون علينا. شوفوا حاليا فلوسي 427. ما في اول كذا. في كنترول 427 كلفني هذا 2000 صارت 500. حلو والله 100 بس زادت على تطويراتهم هذه كلها. لان الواحد تقريبا زاد راتبه دينارين لما خاب ظني حولها او بالكثير يمكن 5. تكتك زاد عندي. حلوين. يوم نسوي محاكاة 10% اقل دمج من الرينج من رمات الاسهم حق الخصم. او انهم المشاه حقي يأثرون او يعطون دمج اكثر للخيالة تقريبا 10% زيادة. خل اختار هذا. انا في المحاكاة راح ينتكبون ضد الخيالة. على طاري البطولات انا كم وصلت؟ وصلت 30 مركز الثاني. وهذه يحسبوها 31 على خيل سرعته 57 ولكن ظاهر التحكم هذه 82 ف 82 جدا عالي. لا المانوفر هذه طلعت المناورة. مناورة الخيل جدا مرتفعة عنده. وش رايكم نلعب بالفاس؟ نقص من هذا ومن هذا واجلد واخبص. كل الشغلة قدرات. وهذا خوي. يا
يا سلام هو ده والله عند رجلة هلوين ابلع موت شطفة راسك اقله طقة ابلع يا رجال وانت ابلع كون غدرة هذا اخويتي تالية صح؟ لا هذا الكشاء يا ولد قلنا اخويتي مشكلة والله يوم رفقائي يشاركون ابلع يا شيخ حلوين 5 رينا و750 وخيل طيب ممكن يقصد من الاعدادات اني اخليه تلقائي بس صراحة افضل اني انا اعيل لهم عشان اغطي الشغلات اللي ناقصة علي الله اكبر هذا الخبر اللي منتظرينه فوت تصويت على الحرب ضد الامبراطورية ما يبي لها كلام يس حاليا حنا اقوى لا هذا الوست امباير ايش فيكم على الوست امباير يا حلوين بس يا رجل اي شيء يس روح هو كم مدفع من الانفلونس تدري ما راح اشارك الوست يعني راح ينطلقون من اليسار من هناك انا اريد المناطق الثلجيه على اليمين ديكلير وور جنودهم 3000 والله شيء حلو بس انا ودي اتخلص من هذا للساوث مش الوست ساوث 5000 بيستنزفونا يدورون الضعيف يا ضعيف خلنا نشوف الوست ايهي أورتيزا يا اخي بيع الخيول فيها الحين من يشتري الخيول مني يلا بنروح ناخذ بورفس طيب وين تجمعون الجيش سريع بيس وذ ساوث خلي بس يقول لي يتجمع الجيش وعلى طول بروح له ايوه هشان has created an army تدري انا ممكن اسوي army حق المملكة أذكر كان فيه خيار أرمي كريت أرمي منهم 1000 تقريبا شلهم كلهم أي شوف بالأسود بس تلس لسه باقي 100 وعلى كل واحد راح يشل مني تقريبا 54 إنفلونس بس لا أنا مش بحاجة هذا الشيء خلنا أروح الحشان بارتي آخر مرة شافوهم عند طبلس كاسل موجود علامتهم هنا ما يحتاج يسوي لهم تراك نفس الاصدار الماضي خلنا نروح ايهي عوض سوى ارمي ثاني في خيول مبطئتني كثير حاليا معي مشوار والله الحقهم على سرعتي هذه الحمير اللي معي اكرمكم الله الحمير شريتهم انا بكم 132 ب6000 حلو حصلنا لنا 4000 فايدة يا سلام خلنا نتخلص منهم الديزرت هورس اكيد ما بحصل فايدة عنده اتوقع الديزرت هورس ما راح يبطيني فراح اخليه شارك البطولة هذا على السريع الحلو في الموضوع ان الوقت واقف في البطولة يعني الجيش هذاك راح يبقى مكانه هي ها ثاني مرة احصله حلوين صار عندي بألف اثنين منهم بألف ومية حرام الله الواحد ينباع بألف راح اخليه وابيعهم بعدين ايوه 4.3 الحين سرعتي بتزيد خلنا نلحق بالجيش وين وصلوا ما شاء الله وصلوا قريب بورس الحصار بدأ الظاهر لا ناويين على اوه في جيش بدأ الظاهر يا اخي في ارمي ثاني وهذا عوض ارمي انت كوياز ظاهرنا بيهجم على ارتيسا ايه ايش اللفة البايخة هذي جالس الاحق فيهم سرعتي 5.4 مفروض اني اقدر اجيبهم الجيش مرة بطيء بس مدري ليش سرعتي تنزل 4 برزنرز الحين اطير برزنرز يا اخي فيسترا مش رايك نفتح محل فيها عندهم جرين وجرين طيب من اللي ماسك البروري هنا هذا اورشوز خلينا نكلمه بكم 25000 ما عندي فلوس كافيه اصبر شويه تجيك الفلوس الحين ديزرت هورس مكسب خفيف
الدروع بطيرها. عطني المحل يا وحش. 25 شيل. السلام عليكم. أسكر واضح أن طحنا نفس المشكلة الحلقة الماضية. خلنا نشيك. أنا اعتقدت أني بريوري غريب أن اختفى البريوري. احتاج وقت يمكن. No one. طيب يعني حليت المشكلة أنا بس ليه شو اسمه يحتاج وقت. لسيراي هورس في فيسترم ما زال نفس السعر تقريبا. المقصد أن يطلع فيه فوق في المناطق هذه يبيعه بيكون غالي ومنها نجيب منتجات. شوفوا كيف الصيف تقريبا أو السبرينج اللي هو الربيع شوفوا كيف راح تتغير الأجواء. بيصير الثلج تقريبا يوصل لين هالمنطقة. هذا الصراحة من جماليات اللعبة. الجيوش وصلوا هنا. هشام خلنا نقول له هشام نلحق الجيوش. بس لازم ننتبه في هالمناطق يوم اتمشى. هلا عندي تطويرات في الجيش. ظهرنا عندي واحد. وسيراي مملوك ايش تطويراتك انت يمين ولا يسار؟ لا نعطيه يسار وشيل واحد حصان. هنا لازم ننتبه لانه وانا ماشي في هالمنطقة مثل هذا شوف. لا هذا فيليجرز بس ممكن احصل. خلنا نفضل الباندت. تسخين سريع. استسلموا هذا. لا ايوه your relationship increase with شمسان the brewer. خوينا شمسان زادت. ادرم تعال يا ادرم تعال 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 تعال, تعال. تعال خلنا نشارك معك. هذه لاحقة الجيش هذه لاحقة مستحيل 50 منهم. لا هذا مش جيش. ايوه يا ادرم هلا بي. about the task you gave me. اي تاسك معطيني انت؟ اي صح اجيب لك راس هذيك. ابشر ابشر. بالنسبة للزواج تعال صح بما اني لقيت ادرم my own hand. في ناس قالوا لي اضغط على الاوتو علامة اليدات. خلينا نشوف. شوف هذا الاوتو ايش يسوي؟ يحط كل الاغراض. او اذا كانت في اغراض زايدة بس يحط لك شيء اللي يجيب راسه او يخليه يقبل. بس انا حط لي الاغراض كلها وما زال ما في اي شيء في البار هذا. مع 3000 مش كافيه والحصنه هذه كلها. قلت لكم الزواج يا شباب شليته من راسي اصلا. انا ما ريت اصلا عادي ابغى اشارك ادخل في جيشك. ليه ما اعطاني خيار اني ادخل في جيشه؟ بالنسبه للتاسك اللي اعطاني اياه اجيب له راس البنت هذيك باقي 250 يوم. حلو. فاسيليا والله ما نسيتها بس اصبر عليه شوي. بعدين اصلا اخذنا معاهده معاهم بس ما يخصها المعاهدة عادي بخربها. يا ولد اهجم اهجم انت 160 هذا 60 ظهرنا بنحشوهم. خلينا نجرب انا اهجم لعله يساعدني. ها صدتهم 66 66. الخاين سحب علي والله سحب علي. انفنتري 52 انفنتري 52 والرينج الاسهم 12 واثنين من الخيال بس ظهرنا القادة. I must beg my leave. ايش هذه؟ يعني اقدر اسحب ما قاتلهم؟ يا ولد بيننا وبينهم حرب. بق الظاهر اني اتوسل بالهذا. والله ما توسلت. You know we are at war. Now that's a present of option. How about we just not fight today? اوكي كذا I've changed my mind. Go on your way. كذا هي تتوسل إلي. والله مش فاضي صراحة. أنا ودي أروح ألحق على القلعة. دامها توسلت يا شباب مع أنهم 66 و 66 بس أقسم بالله لا أجلدهم. جيشي كله مطور. يا أخي شغلتنا أنت. خلاص خلاص أمشي في حالك. خلنا نشوف هذا 39. واو دنيا محمرة. وين الجيش وين الجيش؟ أبغى قلعة. أنا ما بختم إلا بقلعة. ونجي نشارك مع عيال القبائل في أورتيزا. Join the continuous siege. للأسف ما هو من بدايته لكن بإذن الله إنه بيكون في تصويت بعد ما شو اسمه نفوز بهذه القلعة. 1900 2000 ضد 600 حرام والله. ظهرنا منتظرون بس الأكل خلص عليهم. خلنا نقدم الوقت.
اوه حصلت ري بوينت في الانجينيرنج، والله شيء جميل. مجرد وجودي في السيج، شوف انجينير لو شيء زاد 5 الحين زاد 6 كل ما جلست في هذا. بس انا كذا بجيب الانجينير. ايوه خلصنا هلب اوض ارمي اتاك. طبعا بس انا بتفرج 2000 جندي ميسنج فورميشن ار. ابشر بالارشرز والله ابشر، انا اقودهم وين وانتد. ابشر والله بالارشرز ابشر. منهم 8 بس معي ريدي اون ماي فلانك. حان الان موعد تكسير البوابات. يا الهي 2000 جندي هلابي يا اخي. ابغى ارمي انا، دقيقة اصبر شوي على بال ما يوصل الباب. خلنا نروح عند هذا. القائد وده يجرب لو سمحت يعني. ابغى ارمي انا، حطني فوق. وصلني عندهم بسرعة تكفى. ايوه وش ذا؟ ولع يا وحش. روتيت. هلف معاك ولا؟ يوز ايوه. انا اللي الفه الحين. حلو. وانا نصوب. طيب بعدين وش اللي يرمي؟ حلاله. وين وصلت؟ والله شكلها على جيشنا. دقيقه يبالي ارفع. كذا شوية. ايوه شوف التصويب. يا سلام والله ضرب في القلعة. الله يعطيكم العافية، كملوا شغلكم الله يعطيكم العافية. بس حبيت اني اعطيكم معنوية كذا قبل اخذ القلعة حقي. لا تكسرونها كثير لو سمحتوا. انتوا ايش تسوون هنا؟ يا ساتر يا الدرج. ما في احد احسه يدافع. خلينا نجرب من هنا. والله احسه قريب مرة. اوف والله جبته. في واحد وسخ يدمجني. الله الدرج. ناخذ كفر بالهذا. يا سلام. ما طاق يموت هذا. كسرون الابواب الوحوش. كفو كسروا الباب. كان تبرتوني الله يهديكم. ايوه وش فيهم رجعوا؟ هو في باب ثاني. طيب هاته ولا ما يجي. فنان هذا يا اخي، ابغى اجربه. خلينا نجهز الرمي. يا الهي لو سمحت شويه بس مسافه. تابع يا عزيزي المشاهد، انظر. فشو اسمه؟ ابلع. قدرة محترمة والله. صادوني. وخر يا ابن الحلال انت وال جو يفزعون لي. ربعي هذا ربعي صح؟ اي والله ربعي. شو اسمه؟ وخر انت. خلاص يا جماعة خلاص، هذولاك لسه يكسرون. اوه في ارشرز فوق رش. يا رب انها قلعتي بس. على بال ما يتحاربون هذول يا شباب احنا نشوف القلعة والمحلات. شوف الحماية. كفو يا اوتكاست، هذا اوتكاست. اعرفه من شكله والله. نحاش. والله صادوه رجال. خلاص يا اخوان تكسير. وخروا ما اقدر اتنفس. وخروا يا الهي. خلاص يا شباب وصلنا فوق. لا تكسرون قلعتي ارحم والديكم. اوه هذا من وين طلعوا؟ اعداد مهولة. هذا اخذوا لفة في المدينة ورجعوا. تعالوا ندخل.
وان جلسة يا سلام هنا اكتب رسائلي. واضح ان هنا شو اسمه الدور. ما شاء الله هنا الاسلحة، اختار السلاح اللي ابيه. هنا الدفاعات الظاهر، سيوف، انتصرنا. لا لا عجبتني المدينة صراحة، مطلع على البحر. خلاص انا موافق موافق، راضي فيها. لا ما شاء الله تبارك الله، شغل نظيف والله. وفيه المزرعة الصغيرة هذه. وانت دبارتي اثنين ماتوا عندي، يعني تضحية. فاذا ما اعطوني هذا انفلونس 1.6 ريناو، والشهرة الشهرة تفيدني في موضوع الكلان. الكلان الحين تقريبا تير 2 أو 3، وكل ما ارتفع الكلان تزيد الامتيازات. جود ايش؟ جود تو سي يو هير وانتد امير عوض اوضان اسمها ودهان، المهم اني بسميه عوض خلاص عوضان. ما في جود تو سي يو، اريد اشوف المدينة صارت حقتي، ولا اقسم بالله بيصير كلام ثاني. ثانك يو فور هيلبينج ذا سيج، يو ار ايبل تو لوت يور فولن فوز بس يو نوت مدري ايش برست. نفس الكلام اللي اعطوني اياه. جانج نيد ريكروت، هذا جانج ليدر صح؟ اي والله جانج ليدر. خلاص وربي لا اسبب انقلاب، خلهم بس ما يعطوني. تاتا انت السبعة هذا ليش يسوون هنا؟ مسكين السبعة لوترز. جوين ارمي توك تو مدري من تيس. ايش عندك يا تيس؟ اوه يريد تروبز، والله ابشر بالتروبز. خلنا ابيع لكم اكل، تكفى عندي اكل زايد. جرين، الجرين 9، المفروض انه 13، بس الظاهر الاكل ما زال باقي. شوف المدينة ما زال فيها اكل كثير. قريب 21. شيل، خلنا ننوع الحلوين اللي عندي. جيب لهم شوية تشيز، شوية بتر، شوية اوليفز، شوية البير 87. تنويع مهم جدا بعد الحرب. في تروبز عندكم؟ لا ما اريد، ما اريد، اريد من العرب. اقرب مدينة من العرب هنا، بس ابغى اشوف تصويت. انا ابغى اشوف تصويت. ايوه ايوه اسمع اصوات حلوه. فوت فور نيو اونر اوف اورتيزا. الله اكبر، وانتد 40%. يا سلام على كل من صوت. صوت يا حبيبي 20 ريناو. ايش 20 ريناو؟ راح يزعلون هذا يعني ولا ايش؟ بالطقاق يا رجال. لا واضح واضح اني باخذها ان شاء الله، حتى من غير لا اصوت بكل ثقه اخذها. 40 30 30، تقريبا ما يحتاج تصويتي. خلينا نشوف. بسم الله يا رب اني ما اندم. يا رب انا ما صوت لنفسي. في عدل. انكد اوف اورتيزا ايش؟ انكد اوف ذا اسيراي جرانس اورتيزا تو وانتد. ضبطوا لي يا شباب، باركوا لي يا شباب. اول مدينه ديسبايت هيز كونسل. يا سلام يا سلام، تقديرا لجهوده العظيمه الجباره في الحروب ومحاولاته في ثامن حلقة مدري تاسع حلقة وتوه ياخذ أول مدينة. والله لأرجع لها خلاص بسرعة قبل أحد يفتح محل. أرتيزا يا سلام، شوف الصقر حقي طلع هنا. طيب أرتيزا ما في مدن. يا سلام في ثلاثة. أيوة هذه اللي قلنا سيلفر أور وملح وجرين. سيلفر أور دقيقة. طيب وين المدينة اللي تنتج لنا؟ هذا هو هذا هو. أيوة هذه علامة السيلفر أور. يا سلام عليها صقر صغير. وش باقي هناك؟ اوه هذيك بعيدة مني شوي، هذيك التابعة لي بعيدة شوي، اللي تعطيني الجرين الظاهر هذه. لا هذيك اللي تعطيني الملح، علامة الملح هذه تقول أرنب. طيب ايش الخيارات؟ مانج تاون. حلو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الشوبز عندك اوليف وول ويفري وتنري. حلو، ما في بروري وما في اللي اريده انا، الاثنين اللي اريدهم ما في. طيب خلينا نكلم اي واحد هنا. توك اي ود باي اوليف بريس. لا اريد افتح محل خاص، لازمني احول واحد من الاثنين يعني. هذا الاولي وهذا التنري وهذا مرشنت. بعد ايش عنده هذا؟ كرفان، ما اريد كرفان. وهذا كرفان نفس الشيء. باي وول ويفري، لا ما اريد. هذه جانج ليدر، هذا اللي بينقلب علينا. خلينا بنشتري الوول ويفري هذا. 28000 وله ما عندي فلوس كافيه. والتنري 28000 تقريبا، كلهم 28000. ارتفعت الاسعار. انا كم محل عندي؟ اسكر تكفى تكفى انتج تكفى تكفى، الله يرحم والديك تكفى. ما في محل ثاني غيره، متاكد من هذا الشيء. اوه اكسبكتد تشي، حتى ما قدرت اقراها. 1200 تزيد فلوسي ليه؟ اورتيزا، واو اورتيزا تدخل لي 1000 2000. ورك شوب انكم 300. المحلات اللي فاتحها محلين والثالث لسه ما جاب وصار 300، يعني جنودي صاروا ولا شيء. 600 هذه اللي ياخذونها. والله لا اطورهم واوصلهم وعد مني 100 في هذه الحلقه.
رحلة البحث عن الجنود. 1200 أحلى ركروت يا وحش، أحلى ركروت. عطني هذا وهذا 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 وهذا. المطورين هذا بعد كويس. خلنا نشوف القرى هذه. يا سلام، حتى القرى فيها بلاوي. أتوقع يكفي آرشري. رمات الأسهم المشاة هذا اللي ناقصني. شيل، ما زال الدخل 1900. إن شاء الله ما ينقلب الدخل فجأة كذا وينكبني. تعال هذه المدينة الصغيرة. ركروت هذا هذا هذا. لا أنت ما حد يبيك. 75 وصلنا. لوترز 5. تعال مسكين، يباني يبى يروح سجين على طول. تكفى لا تقتلني. شوية الحيمات يا لوترز. 1 اذرف. خلينا نشوف هنا. جميل جميل جميل. اسراي يوث هذا 200 بولارم، اتوقع انه كويس. شيل يا رجال. لوترز 30 اشوفكم. هذول كلهم رماح الظاهر. ابغى اكثر مشاه. 13 الباقي كلهم اباهم مشاه. تعال، ما اضيع وقتي انا. حد مات ما حد مات، يا سلام عليكم. 12 لوترز. شيل. الحين خلصت الحرب مع هذول ولا ايش السالفه؟ الظاهر خلصت الحرب. لا والله، راح الجيش يحاصر مدينة ثانية، ما عندهم وقت. خلنا كثر جنودي عشان أكون فارق في الحرب. ركروت، خلنا نشوف توزيع جيشي. في حركة أنك تطيرهم كلهم بعدين ترجعهم بحيث يترتبون من تير 6 5 5 5 كذا. بس صراحة أبغى الخيالة مع بعض فوق. أيوة هذا الترتيب الصح. خياله بعدين خياله هرمات الاسهم. والله ما بترتيب صح لسه باقي هذا. بس على كل حال ما يهمني خياله، ودي اشوف تقريبا هنا 7 9 حول 23 شيء و20، لكن هذا لا ناقصين هرمات الاسهم 15. فيبالي اسوي ركروت على هرمات الاسهم. هرمات الاسهم ما في، هذا اللي يتحول هرمات الاسهم بعدين. العدد متجاوز تقريبا، وصلت الليمت شوف بالاحمر. فالحين بتصير حركتي مره بطيئه في بطوله ما شارك فيها، والله عيب. ودي اقابل ثومند هذا. ثومند رجال، ما عندي وقت البطولات والله. بشوف شيء يستاهل ولا بسحب عليهم. يا رجال ليف، ما عندي وقت. يور سيتلمنت فانيلا اندر اتاك. ايش من اللي هجم على هذه؟ اندر اتاك من مين؟ نيو اونر اوف اورتيزا. خلاص عوض كريت ذا ارمي. اوكي انا ولدهم. طياره جايكم 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 جايكم. وان تروب هاف ديسترويد فروم وانتد بارتي. اخ يلا ما عليه، الحمد لله اني ما جنت كثير. سكيل بوينت اوف ستيوارد بسبب اني اتحرك بالجيش، فوصل الحين 74 عندي. يا اخي المدينه هذه، ثواني على بال ما اشوف هذا لك. الوقت واقف فالامور طيبه، ريلاكس شوي. ابغى اشوف شغله واحده انا بس. هذا البروجكت الحين سكاني تقريبا 5400، ففي تنوع في الاكل وكذا. 0.3 سكيورتي امورها طيبه. اللويالتي اكيد ناقص، هذا هو 44 كل ما ينقص بسبب حاكمهم الجديد اللي لسه ما يعرفونه. بوستنج بروجكت 50 كونستراكشن. ايش هذا؟ يبون ميزانيه. كم احط لكم؟ احط لكم 2000. دقيقه، ايش البروجكت اللي بتشتغلون عليه؟ ثواني البروجكت. اوكي عندهم وركشوب. خلنا نبدأ من فوق. ايش هذا؟ يطورون الاسوار ومساحة تكون للجنود. حاليا هم شغالين في هذا. ايش هذا؟ سبيس اوف هوست سفيرز. درينك ودانس وفلة بارتيات. هنا تركوا كل شيء جايين يصلحون في هذا. الله يخرب بيتكم، ما عندي السربة هذه، بكسر الاماكن هذه كلها. انا ما عرفتوني صح؟ اللي في الحلقة الماضية جاي يعزمكم على البيرة. سكجول ماركت هديل وفولكن كريس ذا ويلث.
تاكس وما تاكس. كيب ستوك بايل اوف فود. الله يا ستوك بايل يا بنشت. هاف مور تنوع في الاكل. ايتش ليفل انكريس. اوكي خلهم يركزون في الاكل بس. هذا ايش؟ ممكن احطه في الانتظار، او انهم يركزون في زراعة المزارع هذه او الحدائق اللي تجيب. بروفايد فود از لونج از ذير نو سيج. اوكي اذا ما كان في حصار. هذا الوركشوب يوفر لك الصيانة للمباني بعدين ويسرع من عملية بنائها. ترينينج فيلد. اوكي مكان يتحسن فيه الجنود، او نبني لهم زي السد الظاهر يزيد من كثافة السكانية وصفاوة المياه. هذا المشاريع اللي يشتغلون فيها. خلهم في الوركشوب حاليا اتوقع افضل، بس ما ادري ليه ما يتغير، نشوفه بعدين. اما الشغلات اليومية، المهام اليومية، انهم يبنون بيوت حتى يزيد تعداد سكاني، او ميليشيا ركرومنت. اوكي خلي ميليشيا ركرومنت الظاهر انه بيفيدني في موضوع شو اسمه كبداية الحين يعني بعد الحصار. هذا ايش؟ فيستيفال وجيمز انستلمنت انكريس مورال عشان الروح المعنوية، يوفر لها العاب وسهرات وفله يعني. الهاوسينج ممكن، ايش اللي يزيد اللويالتي يا شباب؟ فيستيفال اند جيمز اتوقع. خلهم يفلونها كذا بما ان حاكم جديد وكذا، عرفتوا؟ وهذا 2000 دعم للمشاريع. بوستنج بروجكت حطيت لهم اياها من الفلوس اللي كانت معي. جوفرنر اوه يمديني احط، لا 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 لا، هذا انا الجوفرنر يا حبيبي. والمحلات هذه بشتري واحد بعد شوي. من اللي عنده تطوير؟ شيل تطوير، اي واحد يريد تطوير على طول لا يناقشني. منظمين بطولة فرتيزا بحضور الملك، وانت بس ابغى اشوف من ابن الذين هذا اللي جاي يدمر مزرعة هذا لهم. اكيد هذا له. بليجرز اوف مدري مين. وات كايند اوف مدري ايش برودكت يو هاف. بيبيع لي 6000 سرندر رداي. انصدم. وات يو هاف تو فايت اس. والله ما اتنازل فايت يو على طول كذا. ايش اللي دكريس دكريس يا شباب؟ انا هجمت على مملكة الغلط ولا ايش السالفة؟ شكلي جبت العيد بما اني هجمت على فارمرز. يا رجال جيب بس. اوه لا وين جيشي؟ جيشي هناك ما ادري ايش يسوون. نحشيه بس بعرف انا من 117 واحد. هل فانيلا؟ والله تخسون، والله تخسون. 117 واحد، كفو. في 34 واحد كان يدافع. هذا له 53 خيال و34 سهم و30 مشاه مستقوين على 30 مزارع مسكين مدني. مدينتي يا سلام. الحرب داخل مدينة. حلوين. احتاج كفر الارشرز، خليهم واقفين هنا بس اقدمهم شيء بسيط. ما اريدهم مكشوفين الخيالة. ولا مثلا هنا انفنتري هنا، والبومان هنا. هذا اللي بقولهم فولو مي، وهذا فولو مي. حلو فولو مي الخيالة. بلف من وراء هذا وبندخل، وانتوا روحوا هنا وينكم. ايوه حلو. الحين احنا وين؟ ايوه. ليه ما تقدموا؟ ولا كأني أمرتهم شيء. الله يخرب بيتهم. لا كذا المكان غلط هذا. دقيقة. انفنتري هنا وبومن هنا. والله خربت الخطة يا شباب، بس ما عليه. على بال ما يوصلون المشاه نكون لفينا احنا. لا صادوهم. ايش الخبصة هذه؟ انا بقدر في الحلوين. يلا ما عليه. اهم شيء الخطة يا شباب. وين الخيالة حقهم؟ ايوه هذا الخيالة. ظاهر هذا الورد عندهم. خبصة وربي. ابلع. النحشة. رمات الأسهم كذا ما استفدنا منهم. أنا معطيهم انجيج. المفروض يتركون مسافة بينهم وبين هذا.
بس حلو فوق على اليمين تشوفون اخضر، حنا جالسين نقتل. ايوه يا رجل ايش الدروع هذا اللي معاهم اللي ما يموت يا رجل، ثلاث اسهم ما تموت. ليه شاردين؟ معقول ينسحبون؟ اوف والله انسحبوا يا الرب. 100 ضد 50، الله اكبر عليكم الجيش. جان تعرفون تخطيط يا شباب. نعطيهم كلهم تشارج يلحقون وراهم. الريليشن شيب زادت مع قوم فانيلا اللي دافعت عليهم. احتفاليه معاهم والله نعم. They will remember this. 11 واحد مات عندي، 66 واحد مات عندهم، و 27 أسير، و 24 هربوا. تطورات حلوة. Relationship increase. اوكي. 7 من 7. يبون هذا بناخذه بريزنر. الظاهر واحد من النوبلز برضه اللي عنده. تروبز ممكن اخذهم بس ما اريد التروبز هذا لا. اتوقع الليمت عندي فل. فبحاول ازيد في الستيورد قدر الامكان. البريزنرز 59. شيل يا رجال، شيت ضعف اللي اقدر اشله. ما علي بنروح اقرب مدينة ان شاء الله يمدينا قبل يهربون. ولوثن طيب خذناه، هذه خذناها جلمارز خذناها منهم. واو البريزنرز اقدر اجيب منهم 5000 بلا تبرع بلا كلام فاضي صح. 234 عندي النفوذ يا اخي، ودي ازيده صراحة. اقرب مدينة لنا هذه جلمار. خلنا نشوف كم بيعطينا نفوذ. تضحية بال5000 هذه ما انا احتاجها والله عشان اشتري المحل. جيش هشام جالس يفرفر هنا. اوه 600 ادخل يا رجال. يصيدوني بس انا شكلهم يبون يسترجعون المدينة. تكفى لا تقول لي حصار. خمش الوقت نشوف وين يروحون. اي والله حصار ايش وجايينكم رجال هنا. سالفتهم مطولة. حلو جيش يتعافى يمدينا ندخل معركة. دقيقة خلنا ندخل معاك. تكفى قبل تدخل الحصار. تكفى ما مدانا. هلب 600 و600. اوه جاينا دعم من هناك. حلو هلب اتاك. ربي معارك اليوم. ما شاء الله تبارك الله. الحرب هذه في الليل فلازم اني اسوي لها كت صراحة. حلوين. ليدرشيب ارتفع عندي. انفلونس 200. جين سكيل تشارم. اوكي حصلنا لنا بريزنر جديد. انضم الى الساحة. يلا اسال ستيوارد ارتفع عندي. لسه الون هاند ارتفع بسبب اني جالد بعد ما نزلت من الخيل. اوكي 20% الدمج يزيد اذا ما كنت تستخدم الشيلد وسيف بيد واحدة. هذا اللي نباه. خلنا نريح. هلثي 3%. مانج شو منج اعطاني اياه. لا كذا كثير والله كذا كثير. يا انكد يا ادرم يا جماعه الخير. يا جماعه الخير لسه ما مداني استانس بالاولى. خلاص كذا يا شباب بانت عندنا ملامح السلسله، ملامح السيطره. دركنا الاوضاع في هذه الحرب. يا اخي انا ابغى اروح مدينه غير مدينتي اتبرع بالسجناء. بس دام كذا الوضع go to the tavern ورزدم 1700. وين 5000 اللي كانوا معي؟ في شي غلط هربوا يمكن. اللي بعده يا رجال وين موجهين؟ بس خبروني. هذا لاني ساعدتهم الظاهر بالنهاية. في اخبار حلوة. انكد decided to make peace with western. لا انا مش عاجبني القرار هذا لو سمحت. يا انكد وينك انت يا طيب؟ تجلد وتاخذ peace. باقي 3000 عندهم، ما في احد حتى مساعدني.
خوزيت طيب أي شيء كلهم 0%. ساوثن باير 4%. النورث 4700. نكمل على الوست صراحة. أنا أشوف نكمل على الوست. ساوث سيرجيريا فلانديا. أوف يا فلانديا الحمر هذا مصيبة. على فكرة هم اللي تقدموا لأخوي لو تذكرون في الحلقة اللي قبل الماضية. لأنه يمديني أنا أسوي بروبوز كونسيدر وور، أو أني أنشئ شو اسمه جيش وأجمعهم هذا كلهم قرابة مثلا كلهم وزعين ما بين المية والمية والمية. أروى أروى بارتي 100. أسيراي بألف عندهم. تعال صح الأسيراي اللي شريناها كم ينباع هنا؟ ما في ربح والله ما في ربح. أنا شريتهم بكم الفنين؟ بألفين وميتين. طيب أنا بطلع فوق وبجرب، بخليهم للحلقة الجاية وبنجرب هناك فوق. يعني ما في مجال الحين أزيد عدد جنودي إلا أزيد الستيورد. هذا كله من اللوترز مجمع. أحلى زر وينه؟ سري سري 13000 هدية. نشتري في جلماز. دقيقة إيش عندنا في جلمارة يا أخي؟ مش جلماز، ما أدري إيش حافظة جلماز. هنا أحصنة وهنا جرين. الكلان حقي كم وصل؟ تير 3 تقريبا. بمدينة أشتري محل زيادة بعدين. أتوقع الحين ما أقدر. خلنا نجرب. بنرجع عند صنع السلام الحين. هذا إيش بيسوون ما أدري. أرتيزا قلنا فيه سيلفر أور فنبي حداد. أوليف وول تنري. تعال يا تنري نشتري منه. أفا 28000 ما هي 39000. طيب ماكسيمم أماونت أوف وركشوب. بس أبغى أتأكد أن أسكر، الله يخرب بيت أسكر واللي جاء من أسكر. والله يا شباب أنه ما في أحد شو اسمه غيري موجود هناك بريوري. فخلاص نبيع هذاك وأنسى شيء اسمه أسكر وبشتري محل في مدينتي. 28000 نقدم الوقت شوي ونيجي عند المحل. وينه هذا؟ أورتيزا. نغيره إلى سيلفر سميث. لا أمت سيلفر. سيلفر أور. سيلفر هذا هو نفس السيلفر أور تقريبا أتوقع. والله العالم. 2000 أوكي شيل 2000. هذه كانت حلقتنا يا شباب. لا تنسون تدعموني باللايك ونشوفكم إن شاء الله على خير. شكرا من تسمين القناة وشكرا موصول لكم من دعمني بلايك كومنت وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.